أما هلأ سلمى بننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم. يستعد الريبورت السوري لإطلاق مسابقته السنوية الثامنة اللي بتضم مواهب من الهندسة والتصميم في صالة تشرين بدمشق في 29 من الشهر الجاري. أكيد نور، هي المنافسات اللي هي ضمن طبعا البطولة السنوية الثامنة للروبوت بسوريا وبلبنان رح تؤهل المشاركين طبعا ضمن هي البطولة ونهائياتها لا يكونوا موجودين بنهائيات البطولة بلبنان. نعرف تفاصيل أكثر بصيرنا يكون معنا بالاستوديو الدكتور مهيب النقري المنسق الوطني لعلوم الروبوت. صباح الخير دكتور وكيفك؟ يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. سنويا تقام مسابقة الروبوت السوري، هي سنة ثامنة يعني الانطلاق فينا نقول بعد بكرة. خلينا نحكي عن هي المسابقة، وسنويا بعتقد دائما بيكون في عندكم جديد ومفاجآت لأنه المواهب السورية الشاب فعليا غنية جدا. نعم طبعا بالتأكيد هاي البطولة هي أحد النشاطات الروبوت السنوي من القيمة. طبعا هاي البطولات هي بتاخذ الطلاب والفرق اللي عم تتحضر بمجال الروبوتيك بالأعمار الصغيرة اللي موصل للأعمار الجامعية. البطولة بتنظم من خلال لجنة منظمة موجودة بسوريا ولبنان. طبعا في جهات كتير داعمة لهي البطولة. صحيح. الفائدة منها أنه نحن عم نقدر نجمع هالشباب بمجالات علمية كتير مميزة وناخد الأعمار الصغيرة اللي حتى نأهلهم يوصلوا ل يعني خليني أقول أفكار إبداعية ولا مشاريع كتير مهمة. طب دكتور مهيب، مثل ما حضرتك حكيت قلت أنه هي بتبدأ من الأعمار الصغيرة للأعمار الكبيرة، خلينا نتعرف أكثر عن تفاصيل عدد المشاركين السنة من سوريا، وهل هي المنافسات بتكون فقط يعني سوريا مشاركة فيها؟ مين الدول اللي موجودة؟ نعرف هيك نتعرف أكثر على تفاصيل المنافسين السنة. نعم طبعا هي بالأساس هي بطولة إقليمية تأسست بلبنان من خلال جمعية كلمات وأكاديمية إي روبوت، بعدين صرنا احنا نشارك فيها. خليني أقول المشاركة هي كانت عربية وكانت الفكرة أنه يصير في دول تنضم إلى مصر والعراق، لكن الظروف كورونا شوي بطأت المشاركات العربية. هلا رجعنا أحيناها بشكل أساسي. بسوريا استمرنا سنويا نقيم هاي البطولة. صحيح. بلبنان وقفوا يعني من 2019 لهلا أي أول سنة بيرجعوا بعيدوا النشاط بلبنان. نحن بنتأمل أنه يتوسع هذا النشاط بشكل كتير كبير على المستوى العربي، خاصة أنه نحن عم ناخد جزء من النشاطات اللي هي بتكمل الأولمبياد العلمي السوري. وطبعا بالأساس هلا هي السنة رجع الأولمبياد العلمي السوري يدعم هي النشاطات، لأنه نحن عم ناخد أعمار كتير مبكرة من 6 سنين يشاركوا بهي البطولة. وهي التشاركية الجميلة بدي أحكي عنها وعن الأعمار الصغيرة، فخلينا نحكي عن الفئات العمرية الفرق السورية المشاركة، لأنه سنويا بقول عندكم مفاجآت لأنه بتفاجئونا. نعم. يعني كل سنة بتحس أن الأعمار بتزيد، يعني بدل ما تزيد لفوق عم تنزل لتحت. طبيعي. في استثمار لهي المواهب الجميلة. نعم بالتأكيد بالنشاطات العلمية كلها، خلينا نقول الأولمبيادات العلمية، كل ما بلشنا بأعمار صغيرة كل ما كانت الفائدة أكبر. صحيح. كل ما كان المشاركة والمنافسة على المستوى العالمي أكبر بكتير. بهي البطولة عندنا 4 مسابقات. المسابقة الأولى هي المرحلة الابتدائية، متاهة بتعلم الطلاب كيف يبرمجوا، هني عم يلعبوا بس هني عم يتعلموا البرمجة. صف أول ثاني ثالث هي المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية بنكمل للصف السادس. فنحن صف أول يعني لسه يا دوب عم يعرف يكتب عم يبلش برمج. طبعا بالتأكيد هو بيكمل النشاط الثاني اللي هو الماراثون البرمجي، لأنه عم يتعلم على بيئة بتشبه البيئة البرمجية. فخليني أقول ومنعلمه المنافسة، لأنه الطلاب بيقعدوا لحالهم، مدرب بيكون بعيد عنهم، فبلشوا يشوفوا جو البطولات جو المنافسات، وهذا عم يعطينا خليني نقول نسبة عالية من الطلاب عم توصل المرحلة الإعدادية والثانوية عم يقدروا يشاركوا بالأولمبيادات العلمية العالمية بأكثر من مجال، إن كان مجال الروبوتيك أو صحيح. مجال المعلوماتية وغيره. صحيح. يعني دكتور خلينا نقول نحن اليوم بعد هاي السنين ورغم كل الصعوبات اللي مرت فيها سوريا بالحرب، إلا أنه هاي المسابقات ما وقفت. نعم. وكان لكم نشاطات كبير، ميداليات كتيرة إن كان خارج سوريا أو حتى مثل ما قلنا المسابقات الإقليمية. في عنا صار جيل عنده خبرة بالروبوت، عنده كل سنة عم بيكون في عنا مشاريع العلاقة بالواقع. اليوم كمان المشاريع رح يشاركوا فيها، شو هي شو هو محور خلينا نقول مسابقة السنة؟ نعم.
هلا لكمل السؤال الاول هو بيجي على السؤال حضرتك. فعليا نحن المسابقات الاساسيه مسابقات للمرحله الابتدائيه، في المسابقه المرحله الاعداديه اللي هي بتعلم مهارات، خلينا نقول دارات الكترونيه، دارات اردينو. ففي مسابقه اسمها سباق الروبوتات، بيمشي على خط بده يجيبه بالمسار كله باسرع زمن ممكن. وفي عندنا المنافسه الاخيره المرحله الثانويه اللي هي المنافسات السومو روبوت، روبوتين بيلعبوا سومو مع بعض واللي بيطلع الثاني الحلبة. طبعا كلها هي تحتاج مهارات كثير عالية بالميكانيك بالإلكترونيات بالبرمجة. هلأ هذا النوع من النشاطات في له أكيد مسابقات عالمية، ولكن الأولمبياد العلمي السوري اللي عم بيكمل هذا النشاط ونبلش فيه نحن بتموز إن شاء الله، تقريبا الطلاب نفسهم اللي عم يشاركوا بهدول النشاطات عم ياخذوا مهارات بعدة مجالات. هذا عم بيخلينا نحن نأهل جيل يقدر يوصل للمرحلة خلينا نقول الثانوي وللمرحلة الجامعية يكون عنده كل المجالات المعرفية بالذكاء الصناعي بالبرمجيات بكل هالمجالات. الجديد اللي احنا عم نحاول انه نتوسع فيه، وهذا ضمن نشاطات الاولمبياد العلمي السوري، اللي هو المدارس المتفوقين. صار تقريبا كل مدارس المتفوقين فيها نوادي روبوتيك، توسعت الاعداد الطلاب بهالمدارس، وهذا كمان بيزيد القاعده، وراح يكون طبعا ضمن المناهج الرسميه ضمن هي المدارس ان شاء الله. والجميل يمكن فينا نقول استثمار هي المواهب الشابه اليوم مواكبه العصر، يعني نحن عم نحكي عن عصر التكنولوجيا، قديش فعليا عم نكون سريعين لنقدر نواكبه ضمن هي المسابقات. خلينا نحكي عن المسابقه النهائيه ببيروت، يعني بالختام شو راح يكون الاعلان عن النتائج؟ راح يكون في مشاركه فينا نقول عالميه بعد انتهاء هي المسابقه؟ هلا بالنسبه للبطوله بلبنان، نحن البطوله الوطنيه بسوريا رح ناهل منها عده فرق شارك في بطوله لبنان. هلا بطوله لبنان عاده هي البطوله الاكبر، في 2019 كانت هي الاكبر عربيا بمسابقه السومو روبوت. في لها مشاركات عالميه، لكن مع الاسف خلال السنوات الماضيه كان في مسابقات باليابان بالصين، وقفت خلال السنوات الماضيه، هلا بلشوا يرجعوا ينشطوا هي المسابقات. بنرجع بنقول هذا النوع من النشاطات هو نشاطات ابداعيه، نحن بهمنا كثير طلاب وخلينا نقول مبدعينا يقدروا يستمروا بهي النشاطات، لانه مثل ما بنعرف نحن كل مجالات الذكاء الصناعي هلا هي فعليا هي الاداه العصريه، هي الاداه العصريه بكل ادواتنا المعرفيه الحاليه. فان شاء الله بلبنان بظن رح يكون عدد الفرق اكثر من نحن حاليا 40 فريق، بلبنان بيوصل لحوالي 100 فريق، ولكن المنافسه جو المنافسه دائما هو من 40 فريق من جميع المحافظات. المشاركة هي فعليا اغلب المحافظات، عندنا فرق عم تجي دمشق، ريف دمشق، حمص، حماه، حلب، بلادئية، من لبنان في عندنا فريقين، وبظن العام القادم ان شاء الله بتوسع اكثر المشاركات، بيكون عندنا فرق اكبر ان شاء الله. دكتور مهيب، يعني دائما نحن بنحكي عن تفاصيل المسابقات، بنكون هيك فخورين بالمواضيع اللي بيختاروها شبابنا والروبوتات اللي بيقدروا يعملوها. حقيقه لما كان ينعمل هون المسابقات ونحن ننزل نحضر، كنا نشوف هذا الحماس والحب اللي عندهم، والفرق اللي كل سنه عم تحاول انه هي تعمل شيء جديد، رغم نعرف الصعوبات بانه ينوجد ادوات او حتى خلينا نقول قطع لهي الروبوتات. قد ايه عم تحاولوا تتخطوا هي المصاعب؟ وين صرنا اليوم؟ لاي درجه قادرين نحن رغم كل حتى العقوبات اللي علينا موجوده انه نصنع وندخل هذا العالم؟ نعم اكيد هلا العقوبات عم تاثر علينا كثير، اكيد في كثير تجهيزات ما عم نقدر نامنها، خاصه ارتفاع سعره. يعني احنا من كم سنه كان فينا نامن تجهيزات للمدارس للنوادي، صحيح. حاليا صار يعني اسعار عاليه، لانه بنعرف نحن كيف صار في صعوبات وشح بالمواد اساسا بسبب الحصار. بس برجع بقول حتى الان، ونحن هذا هلا بلشنا المدارس المهنيه والصناعيه، في عندنا مدارس الميكاترونيك والمدارس المعلوماتيه قادرين انه يبلشوا بهذا المجال، يبلشوا يصنعوا ادوات روبوتية تعليمية، وهذا نحن عم نشتغل عليه إن شاء الله الفترة القادمة، وقادرين إن شاء الله. إن شاء الله. وهذا بدي أسألك عنه، يعني كيف رح يتم استثمار هي المواهب الشابة؟ نحن الجميل إنه في عنا مواهب سورية شابة، لما نقول أطفال بعمر الست سنوات لمرحلة الثانوية عم يتم استثمارهم بطريقة جدا صحيحة لخدمة فينا نقول المجتمع اليوم. نحن عم نحكي عن يمكن 10 سنوات من الحرب فايتين بمرحلة إعادة أعمار، عم نحكي عن عصر عم يسابق التكنولوجيا اليوم،
كل هاي المواهب بعتقد لازم تكون حاضرة، يتم استثمارها بالشكل الصحيح وتكون موجودة ضمن البلد. فكيف رح يتم استثمارها لنحافظ؟ لأنه في عنا جدا مواهب، يعني نحن شفنا الريبورت السوري الأولمبياد العلمي عم نشوف سنويا، عم نتفاجأ فعليا بالشباب السوري. يعني بدي أقول لك يا أكيد أكيد في مجال الاستثمار بشكل كتير كبير. كل طلابنا، ما رح أقول 100%، بس كل طلابنا حاليا هنن يلي بلشنا معهم من 10 سنين هنن بأرقى الجامعات حاليا عم يدرسوا، أغلبيتهم أخذوا منح عالمية، أغلبيتهم عم يعملوا إنجازات على مستوى العالم حتى بجامعاتهم. طلابنا أكيد نحن عم نأسسهم هلا. لاحقا في مجالات صناعية أكيد تستفيد منهم، هذا أكيد حاضر، ولكن يعني لازم يكون في بيئة استثمارية في مجال الإبداع والاختراع تجذبهم. بس خليني أقول الطلاب اللي نحن ندربنا عليهم أكيد هن بمستوى عالمي، قادرين أن يفيدوا بلدنا ويفيدوا صناعتنا بشكل كتير متطور. أكيد دكتور، يعني كمان نحن خلال صباحاتنا بنلتقي كتير بتجارب لطلابنا كان بمجال هندسة المعلوماتية وبعض الكليات والمعاهد الثانية اللي هي بالتعاون معكم عم تدخل ضمن هذا المجال، عم بيكون في مشاريع تخرج لطلاب بعض أنواع الروبوت اللي كتير مهمة. من فترة يعني في أحد الفرق اللي استضفناهم كانت صبية بتعاني من مشكلة اللي هي الشقيقة، وقدروا يعملوا روبوت فريق لتخفيف الآلام اللي بيحس فيها المريض. هي شغلات كتير مهمة، يمكن برا ممكن تكون بسيطة موجودة متوفرة عليها إصدارات كتير، عنا بلدنا نحن بنعرف هاي الظروف. قد تحاولوا تدعموا هاي الفئة من الشباب وخصوصا الشباب الجامعي؟ نعم. هلا بالتأكيد هذا موضوع كتير أساسي وكتير حاضر. في كثير نشاطات من خلال الجمعيات اللي خلينا نقول اللي تشتغل بمجال العلمي، وبالتاكيد من خلال هيئه التميز والابداع والاولمبياد العلمي السوري، في عندنا مجموعه كثير كبيره من النشاطات العلميه على مستوى الجامعات اللي بنكون نحن داعمين اساسيين لها. بالتاكيد الطلاب اللي عم يعملوا هي المشاريع هن طلاب مميزين، واكيد في 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 بوادر خلينا نقول من خلال غرف الصناعه غرف التجاره، ولكن بده كمان نرجع نقول بده بيئه استثماريه، بده قوانين تزق. نتمنى احنا بنتمنى دائما ان يتم دعمه، ونتمنى نشوف هاي المنتجات موجوده بالسوق السوريه. صحيح. يعني اللي هي لا تقل الخبره اللي صارت موجوده عند شبابنا والمحاولات عن السوق الاجنبيه اللي عم يعملوا هالشيء، بس بدهم شويه دعم. نحن دائما ندعي جميع المؤسسات، يعني ذكرت دكتور عم نحكي عن غرف الصناعة غرف التجارة، كل هاي المؤسسات معنية اليوم لعملية تشاركية قوية لدعم هدول الشباب، لأنه بنعرف قديش مكلف اليوم لما يكون في اختراع. لأنه فعليا اتبنى هيدا المشروع فعليا واصرف عليه، بده جهات يعني كلياتها تتكاتف اليوم يكون ايد واحدة. وهذا نداء يمكن بنوجهه لجميع المؤسسات الخاصة والعام، يعني تكون شريكة أساسا في دعم المواهب الشابة. خلينا نحكي بعد هاي المسابقة ريبورت السوري شو محضر؟ أكيد دائما أنتوا في طور التدريبات واستثمار هي المواهب بشكل مستمر، يعني نشاط دائما موجود ما بتوقفوا. بعد مسابقة سوريا بأسبوع مباشرة بنشارك بالبطولة بلبنان، بعدها بنبلش نحضر للأولمبياد الوطني، بنشارك فرقنا بالأولمبياد العالمي إن شاء الله بشهر 11. فالنشاطات مستمرة، لأن احنا طبعا الشهر القادم هو شهر امتحانات، نبلش التحضيرات، ولكن بدءا من شهر حزيران احنا تحضيراتنا كثير مكثفة للأولمبياد الوطني، من أهل منهم الفرق الوطنية اللي تشارك بالأولمبياد العالمي. هون بيكون يمكن التدريب مضاعف، لأنه بنحكي نحن عن الفترة الصيفية، يعني بيكون مساحة ولا لا؟ لا الفرق بلشت تحضير، احنا عملنا إطلاق من الشهر الأول. فعليا عم يدربوا كل النوادي وكل الفرق بدءا من الشهر الأول، ولكن تكثيف التدريب رح يكون ضمن الفترة الصيفية بعد فترة الامتحانات. كمان ما فينا ننسى النشاطات اللي بيقوم فيها الروبوت السوري حتى داخل سوريا مع فئات متعددة، لكم نشاطات مدارس أبناء وبنات الشهداء. نعم. ومع عدد من الفئات، خلينا نقول كمان هذا الشيء لساته موجود. صحيح. ضمن الفعاليات والانشطه اللي عم تقوم فيها. طبعا احد المجالات اللي اشتغل عليها بالاولمبياد العلمي السوري كان تدريب مدربين خلال الفتره الماضيه. فنحن اهلنا مدربين بكل مدارس المتفوقين حاليا، لكل نوادي المدارس المتفوقين، واخر دورات تدريبيه كانت لمدارس ابناء الشهداء. الجمعيات خليني اقول اللي عندها تجهيزات بس ما عندها مدربين، فكلياتهم عم نحضرهم حتى يكون في عندهم
فرق تشارك البطولات الوطنيه. اكيد بدنا نتشكرك الدكتور مهيب النقري المنسق الوطني لعلوم ريبورت، اكيد نوجه تحيه لكل العاملين معكم في جهود كثير كبيره اكيد وراء الكواليس، عم تشتغلوا بشكل مستمر ما بتوقفوا رغم كل الظروف يعني موجودين، فتحيه كمان لكل المواهب السوريه الشابه، عم نحكي لجميع الاعمار من 6 سنوات لاكبر فرد معكم ضمن جميع الفرق، وشكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا.